مساكم الله بالخير. أسقط التقية وبدأ بالتعبئة للثورة عندما أدرك أن حفظ الإسلام كان متوقفاً على التضحية، فلبس الأكفان وحول المأساة التي عاشتها الجماهير خلال عقود من الحروب والظلم والطغيان إلى شلال من العطاء موعده الجمعة، فكان الالتفاف الشعبي الزاحف نحو الحرية والانعتاق، صلوات وحلقات ومنابر وهتافات ما زالت تدوي: كلا كلا للشيطان، نعم نعم للعراق. في وقت أخرست مدافع الطغاة وسياطهم ومشانقهم كل صوت، ولكن أبى السيد الشهيد محمد الصدر إلا أن يكون صوت الوطن الثائر. حياكم الله مشاهدين الأفاضل في ذكرى الشهادة والفداء والإباء التي تتجدد في الثالث من ذي القعدة شموعاً ودموعاً لمولى الثائرين. أحيي هنا معي في هذا النقل المباشر في التغطية الخاصة لمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر معي الدكتور حسن الحكيم الباحث والمؤرخ، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. وأيضا الشيخ علي النعماني أحد طلاب السيد الشهيد، حياك الله شيخنا، شرفتونا. وخلي أبدو وياك دكتور حسن الحكيم، عظم الله لكم الأجر ابتداء بهذا المصاب. أريد أسأل أنه أي الظروف الموضوعية اللي مهدت لحركة السيد الشهيد الصدر؟ يعني اللي يذكر يعني من نقرأ بالتاريخ أنه هنالك الانتفاضة الشعبانية، هنالك الحملة الإيمانية اللي أطلقها الطاغية، هنالك حرب الخليج الأولى والثانية، أي واحدة منهم اللي مهدت الطريق لحركة السيد الشهيد حتى تدخل في الأجيال وتستمر بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن السيد الشهيد عاصر تراكمات من الأحداث والأحداث الخطيرة التي حصلت في العراق أو وقعت في العراق، كالحرب العراقية الإيرانية، كالانتفاضة الشعبانية كما تفضلتم، أحداث كثيرة حصلت في العهد النظام الظالم السابق. أنا في تقديري يعني استشهاد السيد محمد باقر الصدر، يعني كثير من الأحداث اللي عاصرها السيد في هذا الجانب كلها كانت تمهد لهذه دكتور؟ تمهد. أنا في تصوري أن أحداث عام 1991 هي كانت الأقوى، كانت هي الأقوى من خلال هذه الأحداث، مع تزامنت مع وفاة المرجع الديني ومذاق الإمام السيد الخوئي. صح. بعد في هذه الفترة لم تكن بعيدة عن أحداث 91. صح. الواقع هنا كان بروز السيد الشهيد السيد محمد الصدر على مسرح الحياة العامة والخاصة أيضا، بس من الانتفاضة الشعبانية الجانب. إلى وفاة السيد الخوئي إلى ظهور حركة السيد الشهيد أخذت فترة. نعم. سنين فعلا. شنو السبب مثلا إذا حضرتك يعني افترضنا. نعم. نعم. أنه من الصح أنه الانتفاضة الشعبانية هي كانت المحرك. نعم. نعم. ليش تأخرت كل هاي السنين حتى تبدأ؟ الواقع يعني الموجة اللي عاصرها الشعب العراقي من اعتقالات جماعية، من قتل جماعي، الواقع يعني السلطة يوم ذاك هي حاولت أو أرادت أن تستقطب السيد. السيد الحقيقة من عاصر أحداث مظلمة. في بداية الأمر حاول أن يكون توفيقي بعض الشيء. الحقيقة هذه التوفيقية هي أريد منها التخفيف من ظلم السلطة في هذا الجانب. حينما انتهت هذه الفترة يمكن أن نسميها بالتوفيقية، بدأت فعلا الثورة العارمة الضخمة الكبيرة التي دعته إلى أن يخطب، دعته إلى أن يلبس الكفن، دعته أن يواجه السلطة بشكل كامل. فيمكن أن أقول هناك ممهدات حصلت في هذا الجانب. هذه الممهدات أفرزت أو أعطتنا نتيجة
حتمية لابد وأن تقع. صح. ذكرت حضرتك يعني مهادنة السلطة. نعم. هذا محور مهم، خلي أنقله. نعم. لسماحة الشيخ شيخ علي النعماني حياك الله وعظم الله لكم الأجر بهذا المصار وبهذه الذكرى. كنتم يعني تستشعرون حركة وثورة السيد الشهيد وعرفتوا أنه بيتحول من المهادنة إلى المواجهة بذيك اللحظة؟ يعني دعني قليلا أحيي وأعزي العالم الإسلامي والأسرة الكريمة لآل الصدر. لابد بالنظر لكل حركة إصلاحية أنه تنظر لشخص المصلح وآليات المصلح. وأرجو أنه تعطيني وقت لإيضاح. جزاك الله خير. هاي مهمة نوضحها يا سمعت. جزاك الله خير. الآن انكشف الكثير. أيضا يقول السيد على الله مقامه: لا ينبغي للإنسان أن يتعدى حدود فهمه. وطبيعة الحال لا يمكن لي أن أتعدى حدود فهمي لهذه الشخصية، لكن ما أفهم من حركة هذا المصلح وشخصية المصلح لابد أن ينظر كل إنسان، وأنظر أيضا أنه إلى نتاجه الفكر النظري وما يمكن تطبيقه في الخارج. من خلال هذين المسارين يمكن أنه نصل إلى أقرب الحقائق والنتائج. ما كتبه السيد على الله مقامه بعد المسح والإحصاء والتنقيب لسيرة المعصومين أنبياء ومعصومي الإسلام سلام الله عليهم أجمعين، كان مسح دقيق وتنقيب أدق، بالإضافة إلى ذلك بما ويتناسب مع المرحلة التي عاشها، وإن كانت على مراحل متعددة، لكن الفترة الزمنية التي آلت إليه المرجعية كيف يختار آليات. فمن نقرأ موسوعة الإمام المهدي سلام الله عليه عجل الله تعالى فرجه نجد هذا الكشف والمسح والاستقصاء بكل وضوح أنه ماذا يريد السيد. كذلك كثير من الكتابات التي كتبها منذ أعوام الستينات نجد ذاك جليا وواضحا. بدأ أيام التسعينات تطبيق ما كتبه السيد على الله مقامه. يعني الأخوة القراء المثقفين جميعا إذا يعني اطلعوا على نتاج السيد الفكري